بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه ندوة طيبة مباركة تعقدها وزارة الأوقاف بالتعاون مع صحيفة عقيدتي، وموضوعها اليوم مخاطر استباحة المال العام والحق العام. ومعنا عالمان جليلان من جامعة الأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وبين يدي الندوة نتوجه بخالص التحية والتقدير إلى الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي يولي هذه الندوات اهتماما بالغا ويرعاها رعاية كاملة. الموضوع شيق وموضوع يعني ذو سجون، وإن شاء الله علماؤنا الأفاضل يعني يدون كده رحيق من بستان علمهم في موضوع الندوة. ومن حسن الطالع أنني كتبت مقالا في هذه الجزئية وهذا الموضوع نشر في عقيدتي، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. نبدأ مع معالي الأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على النبي المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فبداية يعني أتوجه إلى المنصة وإلى الحضور بالتحية والاحترام والثناء، وأيضا طبعا بلا شك أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الوزير على يعني تبنيه مثل هذه الموضوعات المهمة والجادة والتي يحتاج الوطن، كل الوطن يحتاج إلى يعني حالة من الوعي بمثل هذه الموضوعات وهذه القضايا. الموضوع كما ذكر الأستاذ إبراهيم نصر الحقيقة يعني موضوع يعني ذو شجون وموضوع مهم وموضوع يعني ممكن أن نقول عليه موضوع الساعة. هذا الموضوع ممكن أن نقول عليه موضوع الساعة. وحينما يتبنى الوزير مثل هذه الموضوعات باعتبار هذه وزارة الأوقاف التي من على المنابر يخاطب الشعب المصري في كل أنحاء مصر وفي كل أركان مصر، في القرى وفي النجوع وفي المدن وفي العواصم المختلفة، فطبعا الحقيقة ده يعني هو ده عملية ما نسميه الدعم أو خلق حالة وعي بين الناس بمثل هذه القضايا المهمة والخطيرة. والحقيقة يعني أنا لما بأنظر في الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حينما يتبنى مثل هذه القضايا الكبرى، أجد أن هو يعني من خلال تتبعي لمثل هذه الأمور أجد أن في قضية معينة لما بيتبناها بيستطيع أن هو يسلط عليها الضوء من كل الاتجاهات، ويستطيع أن يوظف الإعلام بكل مناحي لتبني مثل هذه القضايا حتى تأخذ يعني مسراها ومجراها بين الناس، وفي النهاية إن هي تؤدي الفائدة المرجوة بها. يعني هذا الموضوع موضوع خطبة الجمعة الخطبة القادمة، كل منابر مصر تتحدث عن هذه القضية الخطيرة والمهمة. اليوم هذه الندوة التي تعقد والإعلام يحضرها، أيضا يشتغل الإعلام على هذه القضية. من لم لا يستمع إلى هذه القضية في المسجد مثلا، من مثلا إخواننا المسيحيين مثلا ما بيحضروش صلاة الجمعة أو ما بيصلوش، فلما تصل إليهم الرسالة عن وسائل عن طريق وسائل أخرى وأدوات أخرى مثل هذه الندوة التي تعقد اليوم والصحافة تكتب وتنشر. فالحقيقة يعني هذا فكر أشكر الوزير عليه الحقيقة وتقدم له خالص التحية والتقدير في هذا على هذا الاهتمام وهذه الرعاية. ثانيا يعني من الأمور برضو التي هذا الموضوع المهم والحيوي
له أشكاله المتعددة. يعني السباحة المال العام ده ليه أشكاله متعددة، لا يفهم منه فقط مثلا الرشوة ولا الغش ولا التدليس. في سباحة مال عام بوسائل كثيرة غير ظاهرة غير واضحة. مثلا نجد مثلا يعني كمثال، نحن في العمل وفي كمسؤولين في 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 كوظائف وكإدارات، مثلا تجد عندك مثلا كمثال يعني ان عندك مخزون راكد في 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 المؤسسة اللي انت بتشتغل فيها. هذا المخزون الراكد ممكن ان يمر عليه اعوام لغاية ما يتلف وتفقد صلاحياته وينتهي امره ويصبح هذا الشيء يعني ممكن تبقى الحاجة موجودة وجاية وتنتهي صلاحيتها دون ان يمسها احد ولا يفتح له، يعني لا تستخدم في اي شيء. تيجي وتفاجأ بانه نفس المؤسسة بتطلب نفس الحاجة، بس يقول لك اصل الحاجة القديمة خلاص انتهى وما عادش لها دورها وفي تقنيات جديدة وفي تحديثات جديدة، فترتب عليه انك انت تروح تجيب حاجات جديده ثانيه، في حين ان كان ممكن انت ده راكد عندك ما استخدمتوش، طلبته ما استخدمتوش، كان ممكن توظفه في اماكن اخرى وتبعته لجهات اخرى ممكن تستفيد منه، طالما انت مش هتستفيد او انت هتستفيد من هذا المخزون بجزء، خد الجزء اللي يخصك وادي وانقل العهده على جهات اخرى تستطيع ان تستفيد منه. فالحقيقه هذه مش يعني من ضمن سباحه المال العام اللي هو ممكن يكون غير منظور، وده كله راجع لان مثلا المسؤول عن المؤسسة ولا عن المكان ده ما عندوش متابعة، ما عندوش نظر في الرؤية، ما عندوش الرؤية الشاملة ان الحاجة بتاعتك اللي فايضة عنك وانت ما استخدمتهاش ان ممكن غيرك يستخدمها ويستفيد بيها، لان دي مال عام انك انت ما يصحش انك انت يعني تركنه عندك وتؤدي في الأمر إلى إتلاف ولم يعد له قيمة وتمر عليه مدة صلاحيته وينتهي أمره. مثلا أيضا من وجوه السباحة المالي العام، مثلا أنا بتكلم عن يعني مسؤولية وعن إدارة، إنك أنت تجد مثلا بعض الموظفين في جهة أنت بتعمل فيها نظرا لعدم المتابعة إن الناس دي ما بتحضرش، او الناس بتيجي مثلا يبقى لها تفاهمات مع الناس اللي ماسكه عمليه الحضور والغياب والحاجات زي دي، ما يجيش او ان جه يجي شويه واخد نفسه ويمشي وانصرف، تيجي تسال عليه يقول لك ده راح الحته الفلانيه، ده بيخلص ورقه في المكان الفلاني وهو في الاخر ما بيعملش حاجه، طلع بيشتغل بره وسايب شغله وسايب عمله، وهذا عين السباحه للمال العام وللاكل الحرام. الحقيقة يعني إذا أردنا أن نعدد الألوان والأشكال فالألوان والأشكال كثيرة متعددة. الناس يفهم سباحة المال الحرام أن هو يعني أن هو يغش يدلس يقبل رشوة، لا، سباحة المال الحرام كل واحد يرى أن فيه عنده حاجة تخص لأن المال العام ده هو حق لكل مواطن وحق ليس مال دولة وإنما هو مال المواطن مال الشعب. فالأوجه كثيرة والحقيقة القضية تحتاج إلى نظر وإلى وطبعا يعني المنابر والدعوة وزارة الأوقاف يقع لها مسؤولية كبيرة في هذا الأمر، لأن الوازع الديني في هذا الموضوع مهم جدا جدا، وتتعاون معها طبعا وسائل الإعلام المختلفة ودورها مهم جدا في كشف هذه الأنواع من سباحة المال العام بأشكاله وصوره المتعددة. والحقيقة يعني وزير الأوقاف صاحب مبادرة في هذا الأمر، والمبادرة أرى أن هي لا تتوقف، يجب أن يتوقف على خطبة جمعة أو دروس وعظ لفترة معينة أو يكتب عنها الإعلام لفترة، وإنما يجب أن هذه تكون حالة مستمرة ويستمر خلق الوعي العام بمثل هذه الأمور والكشف والتوضيح
هذه الألوان من استباحة المال العام، لأن فيه ناس المشكلة أنهم يبررون لأنفسهم استباحة هذا المال العام. يعني أنا الحقيقة يعني أنا أذكر مرة وأنا كنت يعني معار إلى دولة خليجية، السعودية تحديدا، دخلت على رئيس القسم وأطلب منه طلب. يعني أنا بتكلم عن مدى حينما يكون الإنسان عنده وازع ديني في هذا الأمر في 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 المال العام ده، وأيا كان قدره وأيا كان قيمته، فاستحلاله أكل مال حرام. وطبعا معروفة قضية الحرام والحلال في الإسلام، وهي قضية إنسانية محرمة في كل الديانات في كل المعتقدات ومحرمة على المستوى الإنساني كله. أنا دخلت عند حضراتكم دخلت عنده أطلب منه، بقدم له طلب خاص بالعمل. فهو حاطط يعني نوعين من الأقلام، علبتين من الأقلام فرح منه، فهو ماسك القلم الأحمر وبيكتب فيه في كتاب يقرأ فيه ويدون، يعني يقرأ كتاب خاص به. فلما دخلت له عشان يوقع على الطلب، فرحطت القلم بتاعه وضعه كده في على كتابه، ومد ايده جاب قلم تاني احمر، هو نفس القلم هو اخوه، وخده وقع لي بيه. وبعد ما وقع بيه وكتب، رحطت القلم في مكاني ورجع تاني خد القلم بتاعه. انا الحقيقه سلفتني هذا الموقف، ايه ده؟ ما هو ده قلم وده قلم وده احمر وده احمر. فانا قلت يا معالي الدكتور، حضرتك انت، انا يعني اسالك بالله استحلفك، انا شفت على حاجه غريبه يعني. قال لي، قلت له مقعت بالقلم غير القلم اللي انت كنت بتكتب به، ورجعت ثاني الى القلم الاول وهو نفس القلم. فقال يا دكتور، هذا القلم قلمي وانا اكتب به في ورقي، وهذا القلم قلم الدوله وانا اكتب فيه في ورق الدوله، انتهى ورق الدوله امر الدوله فاعود الى قلم الذي استخدمه. فانا الحقيقه لفت يعني هذا، يعني وصلنا إلى هذا الورع، وده حالة موجودة، حالة موجودة في الواقع. لأنا بقى يعني أقيس هذا مثلا في مجالنا مثلا، على أن هناك ناس تستبيح مثل هذه الأمور، أقلام، أوراق، أي حاجة يجدها يقول لك ده يا عم هو بتاع الكل، هذا مال دولة، ولا يعرفون أن مال الدولة خطر على الفرد أخطر من المال الخاص. لأن صاحب المال الخاص لو الإنسان استحله ممكن يروح يسامحه، يطلب منه السماح. لكن أنت المال العام حينما يستحله الإنسان لابد، عشان يسامح فيه لابد أن يذهب إلى كل الناس أصحاب هذا الحق، إلى الشعب كله، لهم يا جماعة أنا استحليت الحاجة دي وعاوزكم تسامحوني فيها لأن أنا أخذتها بدون وجه حق. ومن يستطيع هذا الأمر من الناحية الدينية مثلا جلل وخطير على صاحبه، أما بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للدولة وبالنسبة للمواطن هذه قضية خطيرة جدا، وبيترتب عليها إن احنا بنجد مثلا كما قلت أجهزة كثيرة وغالية الثمن بمر عليها سنوات متعددة ولا تستخدم، لأن الموظف مش عاوز الحاجة دي، مش عاوز يشغلها لأن هي في عهدته، وتصبح مشكلة وتتعطل الدنيا ويتلف المال العام بدون مبررات وبدون أسباب. فالحقيقة الموضوع موضوع مهم جدا، والقضية قضية مهمة جدا. وأنا في المناسبة دي أتوجه بالتحية والتقدير إلى معالي وزير الأوقاف، لأنه الحقيقة بيشتغل على قضايا يعني من الأهمية بمكان، ومما يميزه الحقيقة برضو في هذا الأمر أنه بيحشد كل الوسائل حوله لتستطيع أن تبلغ الرسالة في مثل هذه القضايا. يعني في خطب معينة وأنا بتابعه كده ألاقي هذه الخطب خدت يعني رأي عام، حولها إلى قضية رأي عام. فطبعا يعني القضية كبيرة، ونظرا للوقت يعني المسموح به أنا بشكركم على حسن الاستماع، ويعني أترك الميكروفون. شكرا جزيلا معالي الدكتور غانم السعيد الذي يعني أعطانا بعض الإشارات في موضوع الندوة
وهو كما ذكر أن الموضوع شيق والموضوع مترامي الأطراف. وفي الحقيقة هو ألمح أيضا إلى أن المال الخاص قد يعني يستطيع الإنسان أن يستبرئ منه بأن صاحب الشيء يسامحه أو يعني يتركه لله سبحانه وتعالى. أما المال العام فكيف يعني يستطيع أن يتحلل منه؟ ذلك ضرب من المستحيل، ويعني حتى لا يستطيع أن يكفر عنه، بمعنى أنه هو إذا أتلف شيئا يستخدمه الناس جميعا، مثل أتوبيس أو مقعد في أتوبيس أو أي مرفق عام شوه صورته أو اعتدى على شيء منه، فكل إنسان يتضرر من هذا الأمر عليه كفل من عليه كفل هذا الذي أتلف الأمر الشيء، عليه كفل من هذا الأمر، وعليه وزر بأنه هو أتلف شيء يستخدمه الناس جميعا، فيصعب عليه أن يستبرئ من المال العام ومن خطورة المال العام. وفي الحقيقة هذا الأمر يتعلق بالوطن وبالمواطنين، بمعنى أن لكل إنسان محب لوطنه ومحب لبلده ومحب لدينه ويعني يعمل بدين الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أبدا أن يعتدي على المال العام، وطبعا من قبله المال الخاص. فالآن ننتقل إلى الأستاذ الدكتور أحمد علي سليمان يحدثنا في موضوع الندوة، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي أقام من كل موجود دليلا على عزته، ونصب علم الهدى على باب حجته، الأكوان كلها تنطق بالدليل على وحدانيته، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وقيوم السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية نشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذا الجمع المبارك، يعني سعادتي لا توصف وأنا أجلس بين الأساتذة الكبار الأحباب الطيبين، وعلى رأسهم معالي الأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، وأخي الفاضل سعادة الأستاذ إبراهيم نصر الكاتب الصحفي الكبير، والأستاذ محمد السعاتي، والأستاذ عبد العليم، والسادة المشاهدين في كل مكان. نشكر معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة الذي أدار وزارته بالحكمة وأسس هذه الوزارة وجدد في رسالتها وجعلها جزءا أصيلا من المعادلة السياسية في جمهورية مصر العربية. الوزارة الآن لا تعمل في مجال الدعوة فقط، ولكن بفضل الله تعمل في مجال تجديد الفكر الديني، وفي مجال الوعي، وفي مجال الاجتماعي، وفي مجال الحفاظ على أموال الوقف. أنشطة كثيرة جدا، وأهمها طبعا بناء الدعاة وبناء الإنسان والاستثمار في عنصر الدعاة، وهذا شيء مهم جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب للوزارة وللسيد الوزير وللسادة الأبطال العاملين معه كل التوفيق بإذن الله تعالى. موضوع الندوة مخاطر استباحة المال العام والحق العام. المال من أهم الأشياء المحببة إلى نفس الإنسان، وسمي مالا لأن النفس تميل إليه فطريا جمعا وتحصيلا وادخارا وأيضا اكتنازا. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. والمال هو أحد أركان الحياة وقوامها، وقد دعا الله سبحانه وتعالى إلى اكتسابه بطرق مشروعة وإنفاقه في سبل مشروعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والمال أيضا هو أحد زينتي الحياة الدنيا. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى المال وسيلة للتعامل بين البشر، وجعل للمال وظائف متعددة، فإما أن يكون ميراثا، وإما أن يكون أجرا، وإما أن يكون وقفا، وإما أن يكون هبة أو عطية، أو يحقق منفعة متبادلة. لذلك حرص الإسلام على وضع ضوابط لهذا المال حتى لا يتم احتكاره لصالح فرد أو فئة أو جماعة دون المجموعات والفئات المكونة لجموع المجتمع.
والمال مال الله سبحانه وتعالى ولا بد أن يدار كما أراده الله. وقد وضع الله سبحانه وتعالى تفصيلات دقيقة لحسن إدارة المال، منها على سبيل المثال كتابة الدين، الإشهاد على المعاملات، الميراث بأنصبة في غاية الدقة والروعة، الوقف، صيانة أموال اليتامى والضعفاء، طرق الكسب المشروع، طرق وسبل الإنفاق المشروع. ونظرة الإسلام للمال نظرة صائبة ودقيقة وواقعية وموضوعية ومبهرة. لذلك فإن الخروج على القواعد والضوابط التي قررها الله سبحانه وتعالى لإدارة المال والاعتداء على وظيفته يعد جرما فاحشا من الجرائم في منظور الإسلام. فالإسراف في المال العام وأيضا الخاص ممنوع، والجور عليه ممنوع، والأخذ منه بغير حق يعد فسادا وإفسادا في الأرض. ويكثر الحديث سواء في المجتمعات العربية أو الغربية عن الانحراف المالي وفساد الزمم واستباحة المال العام بطرق متباينة، منها كما أشار أستاذنا الدكتور غانم، منها التزوير والتحايل والغش والرشوة، وحتى الوسائل التقنية الحديثة لم تسلم هي الأخرى من توظيفها في تحقيق طرق مبتكرة للسطو على المال العام واستباحته وحرمان مستحقيه منه. السيدات والسادة، تعددت المذاهب الاقتصادية العالمية في موضوع الرقابة المالية بمسميات مختلفة، منها وكالات وهيئات الكسب غير المشروع وأجهزة مكافحة الفساد ودوائر الرقابة المالية، وكل هذه الأجهزة تقوم بأدوار مقدرة وفي غاية الأهمية، غير أنها لم تستطع أن تكبح جماح الفساد المالي والسطو على المال العام واستباحته والقضاء على الفساد. ويجب أن يسير مع عملها في خط متوازن بناء الإنسان والإنسان الصالح المصلح صاحب الضمير الحي. على سبيل المثال، عندما أراد الصينيون القدامى أن يعيشوا في أمان بنوا سور الصين العظيم، واعتقدوا بأنه لا يوجد من يستطيع أن يتسلق هذا السور لارتفاعه الكبير، ولكن خلال 100 عام الأولى من بناء هذا السور تعرضت الصين للغزو 3 مرات، وفي كل مرة لم تكن الجحافل البرية في حاجة إلى اختراق السور أو تسلقه، بل كانوا في كل مرة يدفعون للحارس رشوة ثم يزحفون ويدخلون عبر الباب، ما يبعلوش أي مجهود، هي مجرد رشوة يعني للحارس. لقد انشغل الصينيون ببناء السور ونسوا بناء الحارس، ومن هنا فإن بناء الإنسان يأتي قبل بناء العمران. ومن هنا نؤكد أن العلاج الشافي والدواء الناجع يكمن في تطهير الضمائر وتنقية السرائر وصحوة الضمير لدى المتعاملين في الأموال العامة، سواء الموظفين أو جماهير المتعاملين. يعني كما أشار أستاذنا الدكتور، يعني نحن في حاجة إلى تربية إيمانية للمجتمع بأسره، ولعل الكثيرين لا يفطنون إلى مغزى آية كريمة، وهذه الآية إذا ما وقرت في قلب الموظف أو المسؤول أو المواطن العادي وآمن بها حق الإيمان ووضعها أمام عينيه وأيقن أن الله يراه، فلن تمتد يده إلى ما ليس له، ولن يجرؤ على أن يختلس أو يرتشي أو يفتح درجا للرشاوة لأن الله يراه. أيها السيدات والسادة، مهمتنا كبيرة، نحن معاشر الدعاة والمربين والإعلاميين والمثقفين والمفكرين والعلماء في تربية النشأ على ذلك، مهمتنا كبيرة جدا في تعميقها في قلوب الموظفين والمتعاملين معهم على حد سواء. لماذا؟ لأن المتعامل إذا امتنع عن تقديم الرشوة فلن يكون هناك مرتشي. مهمتنا العمل الجدي إعلاميا وتربويا، إعلاميا خصوصا الدراما، إعلاميا ودراميا وتربويا ودعاويا لإيقاظ الضمير وبناء الضمير لدى النشء والشباب.
أيها السيدات والسادة، لقد تعب أهل الاقتصاد منذ عقود كثيرة في الجامعات وفي مراكز البحوث في الداخل وفي الخارج لمواجهة ظاهرة الفساد والفساد المالي، وأخرجوا لنا نظريات ومصطلحات متعددة، منها الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة والرقابة الملازمة والرقابة الوقائية والرقابة الخارجية والرقابة الداخلية والرقابة النهائية والرقابة الهرمية والرقابة الأدائية والرقابة المفاجئة، غير أنهم أكدوا أن الرقابة الذاتية هي الأساس في منع الفساد، ويجب أن نربي أولادنا ومجتمعنا عليها. وقد وفق الله عز وجل أحد علماء الاقتصاد وهداه إلى أن يضع يده على آية كريمة في القرآن الكريم، فوقف أمامها وكتب حولها بحثا قيما يؤكد فيه أن طرح هذه الآية وإلقاء الضوء عليها وتحويلها من مجرد المعرفة النظرية إلى سلوكيات عملية لن تجعل يد الموظف تمتد إلى مال عام مهما كان. فكيف لإنسان يشعر أن الله عز وجل يراه وتمتد يده إلى المال العام أو الرشوة أو التزوير؟ الدواء يا أستاذ إبراهيم ميسور جدا، ميسور ورب الكعبة، وهو موجود في القرآن الكريم، فيه القضاء الحاسم على الفساد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الدواء ده أنا جايبه لحضراتكم معايا، أنا جايب لحضرتكم الدواء معايا، وهذا الدواء كفيل بعلاج كل هذه المشكلات. الدواء في الآية دي، في هذه الآية الكريمة، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ونضيف إليها قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا سادة، كل النظريات، كل الأجهزة تكافح الفساد، أما القضاء على الفساد ففي هذه الآية. هذه الآية تشفي المريض المختلس، والمختلس ده مريض. هذه الآية تشفي المريض المرتشي. هذه الآية تشفي المريض المزور. هذه الآية تشفي المريض المعطل لمصالح الناس. هذه الآية فيها شفاء للمجتمع. وحبذا لو نجرب هذا الدواء. قلوبنا مهيئة لخشية الله، إن تنمية الشعور بأن الله يراك من خلال المدارس ومن خلال المساجد ومن خلال المؤسسات التربوية والكليات والجامعات ومؤسسات الإعلام كفيلة بالحفاظ على المال العام. لست من علماء الاقتصاد ولا من رجال المال، ولكن الله عز وجل وفقني كما وفق كثيرا من العلماء للسباحة والسياحة في آفاق القرآن الكريم وفي ضروبه وفي بحاره. والقرآن أيها السيدات والسادة مليء بالكنوز، وأشعر أننا مقصرون في فقه واستيعاب هذه الكنوز العظيمة التي احتوى عليها القرآن العظيم، وأتعبنا أنفسنا في نظريات وفي فلسفات مختلفة وعلاجنا في أيدينا. نعم، الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى الناس بها. نعم، نستفيد مما يقصد به العلم الحديث في تنمية مجتمعاتنا وفي بناء أوطاننا وفي بناء الإنسان، ولكن لدينا القرآن الكريم ففيه العلاج الناجع لكل هذه المظاهر من الفساد. المقصود بالمال العام هو المال الذي ليس مملوكا لأحد ملكا خاصا، بل هو ملك لجميع أفراد المجتمع، ويستفيد منه المجتمع كله بإشراف السلطات التي تنظم جمع المال وإنفاقه وتنظيمه، وذلك مثل يعني كما أشار أستاذنا الدكتور غانم، مثل الأنهار والبحار والشواطئ والمراعي والمحميات والحدائق والمتنزهات والمعادن والمرافق العامة كالمساجد والكنائس والمدارس والجامعات العامة والمستشفيات والطرق والجسور والحافلات العامة والقطارات، شريط السكة الحديد، المحطات، الطائرات، المطارات، كابلات الكهرباء
كابلات التليفونات، كابلات الانترنت، الاستراحات العامة، الأسواق العامة، كل هذه الأشياء تعد من قبيل المال العام. المال العام يعني له حرمة كبيرة. يمكن أستاذ إبراهيم كاتب مقال في عن هذه القضية، مقال ممتاز يعني أنا استفدت منه في إعداد هذه المحاضرة. المال العام أيها السيدات والسادة له حرم. المال العام له حرم وله حرمة وله حمى وله قدسية، وقد سيجه الله سبحانه وتعالى بأوامر ربانية من شأنها حال تطبيقها أن تسيجه وتحميه ضد العبث. فحرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص. لماذا؟ لكثرة الحقوق المتعلقة به وتعدد الزمم المالكة لهذا المال. لذلك حذر الإسلام من إتلافه أو الإضرار به أو الإهمال في رعايته أو الإهمال في صيانته أو الإهمال في استخدامه، كما أشار معالي العميد. المخزون الراقد دي قضية خطيرة ويجب أن ننتبه لها جميعا. حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص لتعدد الزمم المالكة له. لذلك حذر الإسلام من إتلافه أو الإضرار به أو الإهمال في رعايته أو صيانته، وحرم سرقة هذا المال أو الاعتداء عليه بأي صورة من الصور. يقول الحق تبارك وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. حماية المال العام ضرورة شرعية وحياتية وحضارية، فبه تدار شؤون البلاد والعباد، والاعتداء عليه يعد اعتداء على مجموع الأفراد والمجتمع. ذلك لأن الذي يسرق المال العام فكأنما يسرق الأمة كلها، وعليه إثم كل من له حق في هذا المال، كما يعد ذلك خيانة لله وللناس وظلما لهم. المال العام أمانة لدى جميع أفراد الأمة، فيجب أن يحافظوا عليها ويرعوها حق رعايتها، والقائمون عليه أمناء في حفظه. فإذا كان المال الخاص له من يحميه، فإن حماية المال العام مسؤولية المجتمع بأسره. ومن ثم فإن استباحة المال العام أمر خطير وذنب عظيم وجرم كبير، بل هو ضرب من الفساد والإفساد في الأرض. يقول الحق تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فإتلافه وإهلاكه فساد، وسرقته وأكله فساد، واستغلاله واغتصابه فساد. ومن واجبات الشعوب والأمم والدول أن تحافظ على هذه الأمانة، وأن تسعى بكل جهد إلى تربية أبنائهم للحفاظ عليها ورعايتها وتنميتها وتطويرها، حتى يستمر عطاؤها وتستفيد منها الأجيال بعد الأجيال. إن سارق المال العام مجرم وخسيس، فهو سارق للوطن وللأمة، ومبدد لثرواتها ومكتسباتها. بل لا أبالغ حينما أقول إن جرائم العبث والاعتداء على المال العام جرائم تتعلق بالأمن القومي، ومن استحله فإنه سيحمله على رقبته يوم القيامة. يقول الحق تبارك وتعالى كما أشرنا من قبل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هناك تطبيقات وصور عظيمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة الأكارم في رعاية المال العام، على صور كثيرة جدا، ويجب يعني أن نخرج هذه الصور إلى جموع المواطنين. ويمكن كليات الإعلام والصحف ووسائل الإعلام المختلفة، أستاذ إبراهيم، عليها عبء كبير في إخراج هذه الكنوز إلى الناس. يعني على سبيل المثال، عندما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة، في صبيحة ولايته يخرج من بيته واضعا حبله على عاتقه، ذاهبا إلى السوق متاجرا ليعيش من كسب يده. لا، هو انت رايح تشتغل، وانت حاكم، تبقى لك وظيفة تانية خالص. فينادي عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا: يا أبا بكر. نعم يا عمر. قد كفيناك، تريح فين؟ اجلس لمصالح المسلمين. ثم ينادي عمر رضي الله عنهم جميعا على أبي عبيدة بن الجراح أمين الأمة
ويقول له يا أبا عبيدة، يقول له نعم يا عمر، اجعل لأبي بكر ما يكفيه هو وأهله من بيت المال، فيقرر له أبو عبيدة بن الجراح ما يكفيه وأهله في كل يوم وفي كل ليلة، إضافة إلى ثوب في الصيف وثوب في الشتاء، ولا يأخذ ثوب الصيف إلا إذا سلم ثوب الشتاء. صور كثيرة يجب أن تخرج في قوالب إعلامية مختلفة، منها الدراما، منها الكرتون، منها القوالب الإعلامية المؤثرة في جموع الناس. هذه صور كثيرة يمكن أنا حصرتها في هذا البحث، يعني أمر عليها سريعا يعني وأتركها إن شاء الله للنشر، ولكن أنتقل إلى قضية أخرى وهي صور الاعتداء على المال العام، إهدار الوقت. يمكن أستاذنا الدكتور غانم أشار إلى هذه القضية، إهدار الوقت الخاص بالعمل والإنتاج والخدمات، إهدار الإمكانات والأصول والمخزون الراقد. ده المصطلح ده جديد، والمصطلح ده مهم جدا ولازم أيضا نركز عليه. يعني يمكن أنا يعني شفت مرة إحدى المؤسسات جالها مجموعة كمبيوترات زمان، كمبيوتر كان ب20,000، خدوا 2 من حوالي 10. 20,000 دي زمان كان حاجة، قبل ما كنتوش كان حاجة غالية جدا، والباقي عانوه في المخازن. وبعد حوالي 7-8 سنين قال لك ده احنا عندنا أجهزة. الأجهزة وقتها كان لها قيمة. الجهاز بعد 7-8 سنين يا دكتور غانم أستاذ إبراهيم، الجهاز ما عرفوش يبيعوه ب200 جنيه لأن خلاص ما عادش ليه لازمة. فيجب أن توظف هذه الأشياء يعني بمنتهى الأمانة وبمنتهى الحرفية. إهدار الإمكانات والأصول، استغلال السلطة، الحصول على مزايا مادية واجتماعية، الحصول على مستحقات لا يستحقها، المجاملة في ترسية العطاءات والمناقصات عمدا على شخص بعينه، ويوجد من بين المتقدمين من هو أفضل منه، ودي خيانة. وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. منها أيضا الاختلاس، وهو استيلاء الموظفين. شوف اختلاس، حاجة كده اختلاس بيسرق، يعني حاجة فيها خلسة، فيها يعني اللفظ مرعب. الاختلاس هو استيلاء الموظفين والعاملين في مكان ما على ما في أيديهم من أموال دون سند شرعي. الاعتداء على الطرقات والمنشآت العامة وعلى الترع وأملاك الدولة وكأنها مال سايب لا صاحب له، ويظن المسكين أنه لن يحاسب على فعله. الناس بتيجي يا دكتور أستاذ إبراهيم على الطرق، وتحف في الطرق وتحف في الطرق وتأجل في الطرق عشان توسع الأرض بتاعتها. وده طبعا ده ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا النبي أمرنا بإماطة الأذى عن الطريق وإحنا بناكل الطريق. تلاقي الناس بتضع الأحجار والخشب والردم والإطارات المشتعلة في طريق الناس، وبيعملوا حاجات غريبة جدا. أيضا من صور استباحة المال العام، عدم إتقان العمل، عدم إتقان العامل لعمله وإضاعة الوقت، وذلك من ضعف الإيمان وعدم مراقبة الله سبحانه وتعالى، على الرغم من أن الإتقان ثمرة من ثمرات المراقبة لله سبحانه وتعالى. المؤمن الحق هو الذي لا يراقب مديره ولا رئيسه في العمل، بل هو الذي يراقب الله جل في علاه. وتلك هي المراقبة الذاتية التي علمنا إياها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صور التعدي على المال العام أن يتربح الموظف من الوظيفة واستغلالها لأغراضه الأساسية، ولخدمة أولاده وأقاربه وأحفاده ونسيبه وما إلى ذلك. دي خيانة للأمانة وإضاعة للمال العام. إهمال أيضا من هذه الصور، إهمال المال العام والتسبب في إضاعته. ممكن واحد مسؤول عن مال عام يهمله ولا يحافظ عليه، مما يتسبب في إتلافه أو إضاعته. فكم من أموال تعرضت للنهب وتعرضت للسرقة والتلف بسبب إهمال الموظف المسؤول عنها. دخلت مؤسسة ذات يوم، كان المؤسسة دي فيها أجهزة بالملايين، والله يا أستاذ إبراهيم، دخلت لقيت المكان فاضي، مفهوش واحد يوحد ربنا، ممكن أي حد يشيل جهاز بمليون جنيه ويمشي. فذهبت من فوري، ودي لازم نكون إيجابيين،
إلى المسؤول عن هذه القطاعات وقلت له إنني ذهبت إلى المكان الفلاني وفيه أجهزة بالملايين وممكن أي حد يشيل جهاز ويتكل على الله، أقسم بالله سأعطيك مهلة 24 ساعة إذا لم ترعى الله في هذه الأشياء لأكتب هذا في كل الصحف. بعدها بيوم عديت على هذا المكان فوجدت المكان مؤمنا. فكل واحد مننا لازم يكون إيجابي في الحفاظ على المال العام. الموضوع من أخطر الأشياء في استباحة المال العام هي قبول الرشوة في صورة هدية، قابل الرشوة في صورة هدية. عد الإسلام قبول الرشوة من أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نهى الإسلام عن الرشوة لأنها سحت ومال حرام وهي من أكبر الكبائر والذنوب، صاحبها معرض للوعيد وللأسف جعلها البعض سلما للثراء والغنى وهي من كبائر الذنوب. الرشوة مرض خطير تحل بسببها الشرور والبلايا والأضرار بالبلاد والعباد، فإذا حلت في مجتمع نصر فيه الباطل وأبطل فيه الحق وتغيرت فيه الموازين، فكم من مظالم انتهكت وكم من دماء ضيعت وكم من حقوق طمست ما أضاعها وما طمسها إلا الراشون والمرتشون، وما وقع فيها امرؤ إلا ومحقت منه البركة في صحته وفي عافيته وفي وقته وفي رزقه وفي عياله وفي عمره، وما تدنس بها أحد إلا وحجبت دعوته وذهبت مروءته وفسدت أخلاقه ونزع حياؤه وساءت عاقبته. النبي عليه الصلاة والسلام حذر وقال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش والوسيط، فأي خير يرجى من أناس مقياس الكفاءة عندهم مقياس الكفاءة فيهم ما يتقرب به المرؤوس لرؤسائه من قرابين. الرشوة خطيرة جدا، تهدر الحقوق وتعطل المصالح، وبها يتقدم السفيه الخامل، يتقدم بها السفيه الخامل ويبتعد فيها المجد العامل. فكم ضيعت من حق وأهدرت من كرامة ورفعت من لئيم وأهانت من كريم، لذلك كله وغيره حاربها النبي عليه الصلاة والسلام. إن انتشار الرشوة من أخطر وأشد الأمراض الاجتماعية فتكا بالمجتمعات، إذ تضيع حقوق العباد والبلاد وتنصر الظالم وتهزم المظلوم وتنشر الفوضى، وإذا انتشرت وتجرأ الناس على تعاطيها فاعلم أن الضمائر قد ماتت والإيمان قد نضر وضعف في القلوب والنفوس. الرشوة يا أستاذ محمد ما دخلت عملا إلا أعاقته ولا مجتمعا إلا أفسدته. الرشوة تعين الظالم على الظلم بل على مزيد من الظلم وعلى تشجيع الظالمين، ومن أقبح وأخس الأساليب للحصول على الرشوة تعطيل مصالح الناس. أعطل مصالح الناس وأسوف فيها وأسوف في إنجازها علشان أحصل على الرشوة والعياذ بالله. من صور أيضا استباحة المال العام الهروب والتخفي من محصل السيارات من الكمسري في سواء في النقل العام او القطارات اللي بيسموها التزويغ، ازوغ من الكمسري، دي حاجه جريمه ربما يراها البعض هينه ولكنها عند الله عظيمه. ايضا من صور سرقه المال العام سرقه الكهرباء والمياه من الدوله بحجه انها لا تعطي المواطن حقه كاملا، فيزين له الشيطان سوء عمله ويحلل له السرقه. ايضا سرقه الادويه، تروح للدكتور يكتب لك ادويه انت مش محتاجها ويتاخد الأدوية دي تتاخد تباع. كان يقوم الطبيب بوصف أدوية لا يحتاج إليها المريض من حيث النوعية والكمية ويبيع هذه الأدوية بسعر أقل ويتربح من سعرها بالحرام والعياذ بالله. أيضا الغش والتدليس. الإسلام يا أستاذ إبراهيم لا يرضى لمجتمعاته أن يتغالب الناس فيها بالمكر والفتن والخديعة والنوايا الخبيثة، ومن ذلك أيضا اغتصاب الأراضي المملوكة للدولة بوضع اليد عليها أو تغيير ملامحها. لقد تساهل الكثيرون في أمر المال العام تساهلا عظيما في هذا الزمان، ومن ذلك فمنهم مثلا على سبيل المثال من يضع هاتفه جانبا ثم يتكلم من هاتف العمل في أموره الشخصية، ومنهم من يستخدم سيارة العمل في قضاء حاجاته وحاجات أولاده، ومنهم من لا يأبه من الخروج مبكرا من العمل
بحجة أنه لا يوجد تقدير للموظف من حيث الراتب أو العلاوات، فهو ينتقم بطريقته الخاصة، ودي خيانة. ومنهم من يستخدم حاسوب العمل في طباعة أوراقه الخاصة، ومنهم من يستخدم فاكس العمل في إرسال سيرته الذاتية هنا وهناك، ومنهم من يحمل معه أقلام وأدوات العمل إلى البيت ليوزعها على أطفاله والعياذ بالله، ومنهم من يصور كتب ومذكرات أولاده في ماكينات تصوير المؤسسة التي يعمل بها. كل هذه الأشياء من سبيل الفساد والخيانة. ومنهم من يتحايل على المواطنين المترددين عليه للحصول على أي مصلحة منهم، ومنهم من يعبس والعياذ بالله في وجوه المواطنين ويرهبهم ويرعبهم بوجهه الكالح وبصوته الخشن. مخاطر استباحة المال العام على الفرد، أكل أو المال العام، إن أكل الحرام يعمل، هنتكلم عن في عجالة عن مخاطر استباحة المال العام على الفرد ثم على المجتمع. إن أكل المال الحرام يعمل بصيرة ويوهن الدين ويقص القلب ويعني ويظلم الفكر ويقعد الجوارح عن الطاعات ويوقع الإنسان في حبائل الدنيا ويحجب الدعاء، ولا يتقبل الله عز وجل إلا من المتقين، ويكون سببا في تعاسة صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. أيضا هو سبب لعدم قبول الدعاء. ومن أعظم عقوبات الأكل المال الحرام أن الله لا يستجيب لأكل الحرام، لا يستجيب له دعوة ولا ترفع دعوته إلى السماء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إزاي وانت بتضحك على بتتحايل على ربنا؟ انت بتضحك على ربنا. أيضا نشوء جيل يسوده عدم الاكتراث واللامبالاة والاستهتار وعدم المسؤولية، ولا يهتم بالحقوق والحريات العامة. إن الشخص الذي يستحل ويستبيح المال العام ممحوق البركة، منزوع الرحمة، منزوع الأخلاق، يذهب الإيمان من قلبه شيئا فشيئا، ويصاب بقسوة القلب والعياذ بالله. أما مخاطر استباحة المال العام على المجتمع، منها ضرب القانون الأخلاقي والتشريعي عرض الحائط، وتجريء ضعاف النفوس والقلوب على ذلك. أيضا سيادة روح الخصومة والتناحر والتفرق في المجتمع، تضييع الأمانات، دمار المجتمعات بالتدريج، هدم بنيان الحضارة، تدمير القيم والتقاليد والعادات الأصيلة التي تربينا عليها، مألوفية الحرام وتغيير معايير الحلال والحرام، وهذا شيء خطير جدا جدا، وظهور ممارسات وأخلاقيات سلبية خطيرة تسللت إلينا عبر هؤلاء المفسدين. أيضا الأموال تصير فريسة ويسود القلق بين الناس، أنا المال بتاعي مش مصان، وسيادة القلق بين الناس والخوف من المستقبل. أما إذا ترك الحبل على الغارب وأصبحت الأموال الخاصة والعامة فريسة للطامعين ونهبا للمعتدين، فلا شك أن يصاب المجتمع بتفكك أوصاله وهدم بنيانه، ويصبح المواطن في رعب دائم وقلق مفزع، فلا هو تمتع بماله ولا اطمأن في مقامه، كيف لا وهو يخشى الاعتداء على ماله وعلى المال العام. أيضا ذوبان العادات الحسنة والتقاليد النبيلة، وقد حرم الله عز وجل علينا كل هذه الصور. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أتكلم في عجالة في آخر نقطة، وهي سبل حماية المال العام. من ذلك تربية النشأ تربية دينية سليمة، ودي مسؤولية المؤسسات التربوية والمؤسسات الإعلامية والثقافية والمؤسسات الدينية على رأسها،
تنمية الوازع الديني والضمير لدى النشء والشباب، نشر ثقافة الحفاظ على المال العام وعلى الحق العام بكل الوسائل، سن تشريعات بعقوبات مناسبة ضد كل من يستغل المال العام أو يعتدي عليه أو يسخره لخدمة أغراضه الخاصة، تبدأ فرض عقوبات مالية مرورا بالحرمان الوظيفي وصولا إلى السجن والحبس، تفعيل وتعظيم دور الدعاة لتحقيق رسالتهم البنائية والإصلاحية في هذه الحياة. إنما نتحدث عنه اليوم في هذه الندوة المباركة هو من صميم الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم بقيوا ذهبوا، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نريد أن يكون الداعية صورة حقيقية للإسلام الصحيح، لا نريد أن يكون صوتا عاليا فقط، ولكن نريد أن يكون صوتا وصورة للإسلام الصحيح. مهمتنا أيها السيدات والسادة أن نحول القيم الإسلامية والإنسانية إلى سلوكيات ومنهج حياة لتمارس بشكل طبيعي في حياتنا العامة، وهذا يتطلب من السادة الدعاة الإيمان بالله والإيمان برسالتهم في الحياة والاستقامة والصدق والعفة. لابد للدعاة أن يمعنوا النظر في هذه الأخلاقيات ويؤمنوا بأهميتها الفائقة في الحياة، وأن تكون هذه الأخلاقيات أسلوبا لأدائهم وأداء أعمالهم. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن وظيفة الدعاة هي ترسيخ الأمن والسلام الاجتماعي وبناء المجتمع. ويعني رسالة لكل الناس، ربنا سبحانه وتعالى أستاذنا الدكتور غانم تكفل برزق الناس، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل شيء في كتاب مبين عند الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله جميعا لعمل الخير وخير العمل، والحفاظ على الإنسان والحفاظ على البنيان والحفاظ على هذا الوطن العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معالي الدكتور أحمد علي سليمان استوفى موضوع الندوة وطوف بنا في أركانها، ويعني قال كلاما يعتبر بحثا موصلا ومعمقا وموثقا في موضوع الندوة، فجزاه الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبعلمه إن شاء الله. في نهاية هذه الندوة نواصل شكرنا إلى معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رعايته لهذه الندوات، وهي تعقد في ديوان عام الوزارة، ويتم تصويرها صوتا وصورة وتذاع على قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة، وأيضا تنشرها عقيدتي في العدد الورقي الذي يصدر يوم الثلاثاء. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا بلاء كورونا وأن يزيح عنا هذا الوباء، لأن تعود هذه الندوات لتنعقد في المساجد وفي بيوت الله كما كانت من قبل، وهي ندوات ممتدة على مدى 4 سنوات حتى الآن، ويعني منتظمة حتى في كورونا. حرص معالي الوزير أن تعقد أونلاين في ديوان عام الوزارة، حرصا منه على تعميم الفائدة ونشر العلم النافع بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص التحية والتقدير والشكر إلى الأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. والشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.